C'est toujours la nuit, pour deux raisons. D'abord parce que justement, comme j'ai mon métier d'avocat qui me prend toute la journée, donc c'est le soir que je peux vraiment me lâcher et écrire. Check est mon dictionnaire amoureux du Liban. نجار الذي يكتب عن قاموس العشق للبنان يعيش لبنانه بسلام. Je travaille, les dossiers à achever. Le pays tout entier est saccagé et tu travailles. Si j'arrête d'écrire, tout est fini pour moi. عرفتوا علي جوات الكادر. اليوم راح تتعرفوا علي برات الكادر. انا الكسندر نجار. محمد بتاخذ لي جزء كبير من وقتي ولكن الكتابة ما فينا استغنى عنها بحسها هي الأكسجين تبعي أيام كتير أنا كروائي بكتشف بمهنة المحاماه قصص يعني ولا ممكن بالخيال اتخيلها وهذا للأسف بزعل إنه في قصص حلوة بتمرق معي ولكن ما لي حق اكتبها مكتبي متخصص بالقانون التجاري والقانون المصرفي وكمان القانون البحري ومش هيك فيها السفينة الحلوة لأنه أصلاً والدي كان أستاذ بالجامعة اللبنانية بالقانون البحري وبقيت هالتراديسيون موجودة عنا عمري 9 سنين وبكتب وبحب الكتابة كتابة عن خليل جبران خليل جبران اللي ترجم لعدة لغات هذا ليكول دو لا غير مدرسه الحرب عن طفولتي خلال الحرب وهذا انا كتابي المفضل بحس انه هالكتاب لالي مميز ولكن فيني اقول انه كل هوليك الكتب بحبهم مثل كانه ام بتحب اولادها نحن عائله محامين هذا بعرفكم على جدي اسمه كمان الكسندر بيي وانا وخيي واختي وابن عمي كلنا محامين وقت بدنا نحكي على الغداء مع العشاء بين بعضنا بنحكي بتقلنا امنا دائما ما تحكوا حقوق وما تحكوا عن الشغل الكتاب مع المصورة حياة كرانوح كتبت نصوص كتير أدبية عن موضوع أنا بحبه يعني عن الهواية تبعي اللي هي كرة القدم وكهذا فريقنا هذا أنا خيي ابن عمي خيي احنا كل الفريق كانوا يسمونا نجار إخوان فريق نجار اخو حتى بالحرب كنا كل ما تروق نتفه ناخذ هالطب ونلعب هلا كفينا على كبر بقينا يعني اكيد ما عدنا نركض مثل قبل ولكن بعدنا بنلعب كل احد كاتب كاميو كان يقول انه كل شيء تعلمته بالحياه تعلمته بفضل كره القدم يعني واحد بيقدر يربح المباراه على اخر تكه يعني يضل يكافح للاخر وهيدي صورتي انا وصغير دايما عندي اسم جورج جوردن هيدا لعيب سكوتلندي كنت حبه ودايما وقتها فوت جول صاروا بيعرفوني انه دايما عندي صرخه مميزه بقول اسمه لجورج جوردن جورج جوردن بس بقوه ايام الناس بيكونوا مريعه طيب بيسمعوا بيعرفوا انه هلا فات جول من قبل جورج جوردن اللبناني في شيء احلى من الحلم هو الحلم بيتحقق أنا بعتقد إنه كل واحد منكم إذا عنده حلم لازم يؤمن فيه ويكافح من أجله وأنا أكيد إنه بيقدر يحققه وأنا بعتقد وقت كان عمري 13 سنة كان عندي كتير أحلام وطلعت مؤمن فيها وأغلبيتها حققتها اليوم بقى أحلمه